نعم، يمكن أن يعرف القلق بأنه يعني خوف غير محدد وينبئ بحدوث يعني شيء مكروه بصفة عامة لغويا، يعني شيء خوف غير محدد مش محدد بشيء معين. ويتوقع الشخص القلق حدوث مكروه، ولعلي يعرج على كلام حضرتك بأن أصلا الخوف والقلق شيء فطري، ولولا الخوف والقلق لما اهتمينا بمستقبلنا أو تجنبنا مخاطر قد تلوم بنا، أو مثلا نجحنا في دراستنا أو في إبداعنا أو في عملنا أو سعينا للرزق. يعني دائما الإنسان بين أن يضرب أو يهرب، زي ما يقولوا بالعامية، يعني فايت أور فلايت، قاتل أو أهرب، باش شني تكون يعني في 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 وضع يسمح لك بأنك تكون في أمن. أما قصة كيف يمكن أن يكون التوتر والقلق وهو شيء طبيعي يصبح اضطراب، هذه طبعا في وجود عوامل استعداد بيولوجي، استعداد جسدي بدني، مع يعني توافر بعض الضغوط الاجتماعية والبيئية، بعض السمات في شخصية الشخص، وخاصة الشخص الذي لديه سمة أو صفة الشخصية القلقة، وسوف نشرح هذا لاحقا، هنا يؤثر كل هذا على الجهاز العصبي. يعني ويجعل من هذا الخوف الذي هو طبيعي لو من شيء منطقي وشيء مخاوف من أشياء يعني قد تكون مصدر للخوف عند أي حد طبيعي، تصبح خوف باستمرار من 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 أسباب غير منطقية. نعم. طيب، غير الاستعداد الجيني والبيئة والمحيط، هل ثمة أسباب أخرى وعوامل أخرى لحدوث اضطراب القلق؟ قد يكون العامل النفسي اللي هو زي ما وضحت منذ قليل، ولكن عامة اللي هو سمات الشخصية، وهنا أقصد الشخصية القلقة. هناك في أي صفة أو سمة للشخصية هناك طيف، مثلما أطياف الألوان، يعني مثلما بالأزرق هناك السماوي الهافت الذي قريب جدا من الأبيض وتتدرج في الازرقاق حتى تصل إلى الأزرق، بالعامية نقول أزرق كحلي. فحتى في موضوع القلق هناك سبحان الله تنوع فريد لدى الناس، يبدأ من القلق الموجود عند كل الناس إلى قلق عند بعض الشخصيات هو يعتبر سمة أو صفة قد تكون هي سبب إبداع هذا الشخص وتميزه، لأن تحته دائما القلق اللي داخله يحته على أنه يصلح مع علاقته مع ربي، مثلا نقوله ينجح في حياته، ينجح في عمله، يحرص، ينظم روحه، يكون أقرب إلى المثالية والنظام. لكن عندما يصبح هذا القلق أو هذه الشخصية يعني تؤثر سلبا، يعني زيادة الحرص وزيادة المثالية وزيادة التوتر وزيادة التفكير، وتصبح يعني لها أثر سلبي على حياتها الأسرية والاجتماعية وعلى حياتها الأكاديمية لو كان طالب، حياتها المهنية لو كان موظف، هنا يصبح شيء اسمه اضطراب الشخصية القلقة. نعم. هذا أول خيط في الاضطراب، وقد تكبر الحكاية وتصبح حتى اضطراب القلق العام. نعم.